الأهلي لا ينسحب، قاعدة وأسس ومبادئ يتوارثها جيل بعد. الأهلي قال كلمته، ألعب في أي مكان في القارة أنا الكبير، أنا اللي ما يهمنيش ألعب فين، بس برضو يهمني الحق، حق النادي المستحق أنه يلعب في ملعب محايد، يلعب في أجواء فيها عدالة. ولو الكاف مصمم أو بيترصد ماشي، ما عندناش مانع نلعب في أي مكان، ما هو الكبير ما بيخافش، الكبير يتخاف منه ويتعمل له حساب مش العكس. والنهاردة الأهلي قال ماشي بالبلدي كده، قال نعديها، بس حقه أكيد مش هيسيبه، والدنيا كده كده بتدور وهنشوف.